يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. ضيفنا العزيز اللي منور لنا الدنيا في الاستوديو عنده ثلاث تواريخ الحقيقه، تاريخ مضغوط قصير اي نعم بس مكثف جدا مع الفن ومع رموزه، وتاريخ مع الهندسه، وتاريخ مع النادي الاهلي. الحقيقه في كلام كتير جدا ممكن يتقال عليه، بس يعني اجيب لكم من الاخر وبعد كده ندخل في التفاصيل. حضراتكم اكيد حافظين صم، مش مجرد عارفين مسرحيه انها حقا عائله محترمه، اللي طبعا كانت من بطوله النجم العملاق فؤاد المهندس ومدام شويكار وامينه رزق ومجموعه اخرى من النجوم والنجمات. فاكرين شخصيه جدالله اصغر ابناء الفنان فؤاد المهندس اللي كان بيتسم بلماضه غير طبيعيه؟ هو ضيفنا العزيز اللي منور الدنيا النهارده الحقيقه. وكنت بقول لحضراتكم ان هو يعني فضل بعد مرحله معينه ان هو يسيب الفن واتجه للهندسه، وبعد منها اتجه من الهندسه الى داخل اروقه النادي الاهلي، في تفاصيل هنعرفها من خلال وجوده معانا النهارده. حضرتك مشرفنا ومنورنا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك جدا يا استاذ كريم، اهلا بيكوا. انا سعيد جدا طبعا ان انا اكون ضيف عليكوا، يا رب اكون ضيف خفيف. صباح الخير على حضرتك، مش عارفه اقول جدالة ولا اقول باشمهندس، بس لا احنا اللي سعداء جدا، والمسرحيه لحد دلوقتي الناس بتتفرج عليها، والناس لحد دلوقتي بتحبك جدا في الشخصيه دي. بس قبل ما نبدا حديثنا ممكن نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضرتك. إذا كنت من عشاق نوستالجيا فترة الثمانينيات وتسعينات القرن الماضي، ومن المغرمين بمتابعة الأعمال المسرحية، ومن العاشقين لمسرحيات شاهد ما شافش حاجة وإنها حقا عائلة محترمة، بالطبع سيكون حاضرا في ذهنك أدق التفاصيل والمشاهد التي سيطرت على فترة طفولتنا وما زالت مستمرة معنا حتى وقتنا الحالي. ضيفنا لن نتذكره إذا ذكرنا اسمه فقط، هو أحمد عبد الله، ولكن بمجرد أن تذكر أنه الطفل الذي شارك الفنان القدير فؤاد المهندس في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، ستعود إليك كل ذكريات المسرحية الخالدة في أرشيف المسرح المصري. أصلك يا بابا بصراحة دايما صوتك عالي وتزعق على الفجر مليان. أحمد عبد الله هو الفنان الذي قدم العديد من الأدوار المسرحية والسينمائية، لعل أبرزها دوره في مسرحية شاهد ما شافش حاجة الذي قام فيها بدور نجل الفنان عمر الحريري. كذلك كان حاضرا مع الزعيم عادل إمام في مشهد بفيلم على باب الوزير. ضيفنا اليوم الذي ابتعد عن الساحة الفنية وعمل بمجال الهندسة يكشف لنا كواليس رحلته الفنية القصيرة وحبه وعشقه للنادي الأهلي. انت في سنة ايه يا مهدي؟ في السنة اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب، انا مش ناقصك. في سنة خمسة ابتدائي؟ لا هندسة، كلية الهندسة. ضيفنا العزيز هو المهندس احمد عبد الله، او جدالله في مسرحيه انها حقا عائله محترمه. هو ايضا المنسق المشروعات بالنادي الاهلي. بنجدد التحيه والترحيب بحضرتك، عندنا ملفات كتير نتكلم معاك فيها، هسيب نهاوند تختار البدايه. فن بقى، هندسه، اهلي، زي ما تيجي معاك. انا اعتقد في البدايه حابين نبدا، طالما جبنا اجزاء من المسرحيات نبدا بالفن. وقبل بقى مسرحية انها حقا عائلة محترمة والنجاح الكبير اللي حصل، برضو انت كنت عامل حاجة قبلها وعملت كذا حاجة بعدها، فخلينا نتكلم في النقطة دي. هو البداية كانت بانه الفنان العظيم فؤاد المهندس كان طلب انه محتاج اطفال للمسرحية بتاعت انها حقا عائلة محترمة، والاطفال دول كانوا في صوره مسابقه، وليا خاله يعني شايفه فين فيا اللماضه، راحت واخداني من ورا اهلي وراحت مودياني المسابقه. اختارني فؤاد المهندس من ضمن ولا يعني 10 اولاد، اختارني انا وواحد تاني على اساس انه هيبتدي بينا البروفات. ما شاءش الحظ ان احنا نكمل بروفات، لان هو كان تعب ودخل المستشفى، والفنان عادل امام كان شغال، كان في البريك بتاع شاد ما شافش حاجه وهيكمل، وطالب انه عايز ولد، فقالوا له على فكره في ولد جاهز شغال بروفات مع الفنان فؤاد المهندس وجاهز انك تاخده تشتغل بيه على طول. فكانت البدايه شاهد ما شافش حاجه. قعدت اشتغلت سيزون كامل شاهد ما شافش حاجه، وبعد كده لما ابن الفنان عمر، ابن الفنان عمر احمد عبد السلام شريف المقدم احمد. دي كانت البدايه الحقيقه، ورغم ان المسرحيه كانت شغاله قبليه بسبع سنين بس اتصورت بيه. اتصورت ده من حسن الحظ على فكره. حظي طبعا اكيد. وبرضه من حسن حظك ان انت برغم ان تاريخك
الفني قصير نسبيا. انت اشتغلت على حد علمي من 4 سنين ل 12 سنة مزبوط. صح كده؟ بس كان مضغوط قوي ومكثف قوي، وقفت من خلاله قدام عمالقة معظم الناس ما كانش كلهم يحلموا بأنهم يقفوا قصادهم. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. يعني ده توفيق من عند ربنا أن أنا أقف قدام تاريخ عظيم، ناس تاريخ عظيم في الفن طبعا، زي الفنان محمود المليجي في مسلسل شرارة برج الحظ، والفنان محمد عوض، والفنان صفاء والسعود. اشتغلت مع الفنانة نيلي في على مبروك جالك ولد، اشتغلت مع الفنانة سميحة أيوب والأستاذ محمد وفيق في عصر الحب. طبعا ده بعتبره الفنان سعيد صالح ومديحة كامل في لعبة اسمها الفلوس. ده بالنسبة لي بعتبره انه تاريخ يعني ربنا كرمني بيه، انه يكون لي الحظ ان انا اقف قدام العمالقة دول طبعا. صحيح، بس يعني شكلك ما تغيرش قوي، بس هو الشعر راح. عليه العوض. عليه العوض. يعني هو بس يعني بجد نفس شوية الملامح، يعني ما تغيرتش كتير. طيب باشمهندس احمد، خلاص بقى ننسى جد الله، نتكلم بقى عن هنا النادي الاهلي وعلاقتك بالنادي الاهلي. وانا عارفه ان اسرتك كلها اهلاويه وجدا، وعلى الجانب الاخر كمان بالناحيه الهندسيه انت كنت من برضو المسؤولين عن فكره الطفره هنا بقى البنائيه اللي حصلت، يعني خلينا او الهندسيه اللي حصلت، خلينا نتكلم برضو على الجزئيه دي. والله يعني نتكلم عن الجزئيه دي، هو لو بنتكلم على الهندسه فطبعا انا بعد سن 14 سنه كنت بطلت، توقفت تماما عن التمثيل يعني، والتزمت بالدراسه، ودي كانت رغبه والدي يعني الله يرحمه ان انا اهتم بالدراسه، وربنا كرمني ودخلت كليه هندسه. وبعد ما اتخرجت على طول ابتديت اشتغل يعني حتى على طول في العمل الحر، وكان ليا الحمد لله يعني الكرم من عند ربنا انه يحصل زي تعاون او كونكشن مشترك ما بين الشركه بتاعتي وما بين جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه، يعني الكلام ده من 2004، واشتغلت في المشروعات القوميه بتاعتهم، ودي كانت بالنسبه لي نقله تانية، انه افضل دايما برضو قدام الكاميرا بس بزاويه تانية. فبنسلم مشروعات قومية وبنحضر افتتاحات كبيرة للدولة، فدي بالنسبة لي كانت بتحقق لي كمان حاجة لذاتي أنا كمان كنت حابب. لما الحمد لله يعني طبعا المجلس العظيم بالكوكبة اللي هم موجودين فيها وبقيادة كابتن محمود الخطيب اللي حببنا أصلا في الكورة وفي النادي الأهلي وفي البادج الأحمر، طبعا ربنا كرمهم وتولوا. كان في تعاون مشترك ما بين الجهاز مشروعات خدمة وطنية وما بين النادي في بروبوزل كده، أو شكل المقترح اللي ممكن نبدأ بيه بعض المشروعات الخاصة بالنادي، زي البوابات والأسوار والنسر الكبير اللي على البوابة، وزي بعض المنشآت الخاصة بالنادي. التعاون ده أثمر فعلا عن تطوير كويس جدا جوه النادي. الواحد بيتمنى، وكنت بتمنى، لأنه إحنا في الآخر النادي الأهلي ليه فضل علينا كلنا، هو ما فيش حد ليه فضل على النادي الاهلي الحقيقه. النادي الاهلي دايما، ودي كلمه كابتن محمود الخطيب دايما يعني، وفعلا النادي الاهلي ليه فضل عليا وليه فضل على اي حد ممكن يحط اي مسمار جوه النادي، فانا بشكرهم ان هم ادوني مساحه ولو صغيره اني اعمل حاجه جوه النادي. بص يا باشمهندس، انت هتلاقي في الانترفيو ده في الحوار رايح جاي ما بين الرياضه والفن تحديدا. فانا يعني في سؤال، يعني ساعه لما حضرتك كنت بتجاوب نهاوند على السؤال اللي فات، فبتقول لها ان الوالد كان دي رغبه في ان انت تتوقف عن الاستمرار في الفن وتركز اكتر في الهندسه، ما حجرتش معاه خالص من منطلق ان انت ما كنتش موجود في الفن ومريت فيه مرور الكرام ده؟ انت راجل اشتغلت مع الاساتذه الافاضل، يعني محمود المليجي، فؤاد المهندس، سميحه ايوب وغيرهم، يعني استسلمت بسهوله؟ والله حضرتك هو يعني الوالد كان شخصيه قوية شوية. يعني هو كان من ضمن المجموعة اللي اختارهم سيادة الرئيس جمال عبد الناصر في بعض التمثيل الخاص السياسي خارج مصر، وهو كانت طبيعة شخصيته قوية شوية، مش قوية، قوية كتير وعنيفة جدا، وكان قلما يعني لما بنشوفه يبتسم، يعني هو كان بيبتسم في المراسم بس يعني. بس سابق تشتغل شوية سنين في الأول وانت في مرحلة سنية ممكن يتخاف عليك من خلالها أكتر. والله حضرتك هو ما كانش مقتنع من البداية أصلا أنه أنا أمثل، يعني هو كان شايف أنه لا، أنا مفروض أهتم بدراستي وده يجي بعدين. لكن لما حققت نجاحات سابني أكمل، بس لما حس أنه الموضوع هيدخل في المرحلة اللي هي من إعدادي لثانوي بقى،
فكان بالنسبه له لا، هنا لازم نقف، لازم نركز، لانه الشهاده هي اللي هتعمل لنا بعد كده احنا عايزين ايه. وبعد ما تاخد شهادتك شوف انت عايز تعمل ايه بعد كده اعمله. بس الاساس ممكن اسالك رايك ايه في الكلام ده؟ يعني دلوقتي بعد مرور سنوات كتيره جدا، كان باباك معاه حق ولا كنت شايف ان لا كان ممكن وقتها توازن بين الاثنين؟ بصراحه ينفع اقول ان احنا الاثنين عندنا حق؟ هو الحقيقه طبعا كان نفسي ان انا ما بطلش فن، بس كمان ربنا كتب لي انه اكون برضو مميز في الحمد لله في شغلي، وقدرت الحمد لله اتميز فيه، والناس كمان اللي قدرت اشتغل معاهم بعتبره انه ده كرم من عند ربنا، انه الواحد يتحط في مكان الناس تعرف تستخدمه او توظفه او تستفيد من اللي جواه. الأجهزة بتاعت الدولة يعني أو الأجهزة اللي احنا بنشتغل معاها عندهم من الخبرات وما شاء الله من الكوادر كمان اللي تقدر تطلع من البني آدم اللي جواه هو يقدر يقدم ايه. فده كان بالنسبة لي حاجة كويسة، لأن أنا كنت شايف أن أنا قادر بس عايز الفرصة، وربنا الحمد لله سمح لي الفرصة. حضرتك قلت أن يعني كابتن محمود الخطيب، وعلى فكرة الكلام ده ينطبق على ناس كتير جدا غيرك كمان، فكرة أنه هو اللي حببك في كرة القدم وفي البادج الأحمر بتاع النادي الأهلي، لما جات لك الفرصة أن أنت تتجاذب بقى مع كابتن ديبو أطراف الحديث في إطار يعني المنظومة الأهلوية، كيف وجدت محمود الخطيب؟ يظل دايما القعدة جنب كابتن محمود الخطيب أو النقاش معاه في أي موضوع شرف كبير جدا. يعني أنا بحس أنه أنا ولو سمحت لي الفرصة أن أنا أعرض عليه موضوع أو أتكلم معاه في موضوع بحس بالرهبة، حتى يعني لو عدى على الموضوع 10 سنين هنفضل شغالين برضو هيظل كابتن محمود ليه رهبة كده أن الواحد يقعد يتكلم معاه. هو سبحان الله يعني في ناس كده ربنا بينزل فيهم حب من عنده، فهو سبحان الله هو في الكاريزما دي، في حب الناس، وكمان بيقدر يعني بيسمعك، بتقعد وتتكلم معاه وبيسمعك وبيتناقش معاك وبيشوف وجهة نظرك، والحقيقة هو ده اللي احنا وصلنا له. يعني هو لو احنا مش قادرين نوصل للمجموعة النقاشات باختياراته الحقيقة لكل سواء كانت إدارة تنفيذية أو إدارة هندسية، الحقيقة معاه كوادر مشرفة جدا جدا سواء كانت في الإدارة التنفيذية أو في الإدارة الهندسية، كوادر قدرت توصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. والطفرة الإنشائية أنا على ما أعتقد أن الطفرة دي ما حصلتش ويمكن يصعب أنها تحصل تاني مستقبلا. طيب برضو هنروح فن ونرجع أهلي ونرجع يعني هنلعب شوية. ودلوقتي حضرتك ناجح ما شاء الله زي ما ذكرت في مجال العملي، لو اتعرض بقى، لو قلنا بقى نرجع تاني للفن، هل هتوافق ولا الموضوع هيبقى فيه يعني مخاطرة؟ بص حضرتك، الفن طبعا رسالة جميلة جدا، وأتمنى ومش أنا لوحدي وأي حد يتمنى أنه يقدر يوصل أو يعرض نفسه على الكاميرا برسالة فن، رسالة هادفة. لكن خلينا نتكلم عمليا بقى، أنه جميع الناس اللي اشتغلت في السن الصغير قدرت تحقق نجاحات في السن الصغير، ما قدرتش تحقق نفس النجاحات في السن الكبير إلا أتفق معاك قليلين جدا. ليه بقى؟ لأنه فضل مرتبط في عقلية الناس إنه الطفل ده كان ليه حاجة بيقدمها، ليه كاريزماية كده بيقدمها، ما قدرش لما كبر خلاص. يعني زي ما احنا كنا بنتكلم قبل اللقاء إنه كان في تأتأة كده في الكلام، كانت عاملة تيمة حلوة في المسرحية، دي ما بقتش موجودة دلوقتي. بس قلت لي وقت كان بيقول ايه في جملة يا باشمهندس؟ كان في جملة معينة ازيك يا والدي؟ ايوه هي دي. ايوه دي كانت طبيعية بقى وقتها. مشهد المصاصة لوحده يدرس، مشهد المصاصة الحقيقة، ومشهد البيت الشعر وقازها ليزدجروا. الناس كانت بتقعد تسألني هو انت ممكن تكون حفظت الكلام ده ازاي؟ وانه الكلام كان صعب. بس هو الحقيقة الفنان فؤاد المهندس رحمة الله عليه يعني كان بيدي المساحة للي قدامه انه يبدع، لدرجة ان احنا كل يوم المسرحية كانت مختلفة عن اليوم اللي بعديه. يعني السيناريو بيتغير كل يوم، مش تغيير جذري يعني، بس بيتضاف عليه حاجات كانت تبقى مشاهد رئيسية جدا ومؤثرة جدا وتغير
في شكل المسرحية كل يوم. وكان عنده اهتمام ملحوظ بالأطفال الموهوبين في الفترة الأخيرة من تاريخه المسرحي، زي مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة، وزي هالة حبيبتي، وزي كذا عمل تاني الحقيقة. الحقيقة طبعاً هو كان مهتم جداً بإنه يخلق جيل جديد أو يعلم جيل جديد من الجيل الصغير أصول الفن، خلينا بنقول يعني أصول الفن. كان أب قبل ما يبقى فنان، كان أب ومعلم وفنان على خشبة المسرح. أنا أتذكر لي موقفين معايا أو مواقفه طبعاً لا تنتهي، بس موقفين كانوا مؤثرين جداً. أنا نتيجة أنه المسرحية كانت بتخلص الساعة 3 و4 الصبح، وأنا كنت في مدرسة أجانب رهبان يعني، فكنت ما بقدرش أواصل اليوم طبعاً الدراسي غصب عني، كان ممكن أنام غصب عني في الفصل. وبمرور حد من مديرين المدرسة شافني أنا نايم يعني، فبعت لي جواب رفض، فاخدت الجواب وخبيته في الشنطة ومعرفتش أروح أوريه لأهلي، لأن لو وريتهم مش هينزلوني المسرحية طبعا. فخليت الجواب في شنطتي، ولما رحت للمسرحية، بالمناسبة هو كان الفنان فؤاد المهندس بنالي على خشبة المسرح أوضة مستقلة تماما عشان أسمع دوري وأقعد أذاكر، يعني أبقى قريب من الخشبة أسمع دوري أطلع وأبقى في نفس الوقت قاعد بذاكر. وجاب لي سرير وجاب لي مكتب وجاب لي، هو اللي عملهم يعني، هو اللي قررهم بنفسه. وفضلت الأوضة دي موجودة في على مسرح الزمالك فترة طويلة بعد ما خلصنا مسرح. رحت شفتها، رحت زرتها يعني. فخدت الجواب ورحت له، قلت له على فكرة حصل 1-2-3 وأنا جالي جواب رفض. قال لي هنكمل الدور بتاعنا عادي خالص، والجواب ده بتاعي وأنا هتصرف، وبكرة تروح مدرستك عادي. ما فهمتش هروح المدرسة إزاي وأنا مرفوض أصلا، مش هيدخلوني. فروحت المدرسة الساعة 7:30، كان هو واقف على باب المدرسة الساعة 7:30. يا سلام يا سلام. واخد الجواب ودخل بيه وقابل الفريرات دول الأجانب فرير مكتان، فجايب معاه مترجم كمان عشان يترجم له. والرهبان ما كانوش فاهمين يعني، هم يعني لقوا الدنيا كلها اتقلبت جوه المدرسة على حد فيمس دخل، بس مش عارفين هو مين، لأن هم ما بيعرفوش. طبعا أجانب. فطبعا لما قعد معاهم وشرح لهم الموضوع، هم ما كانوش مش متخيلين انه الكلام اللي بيقوله ده ممكن ينفع في طفل عنده 5 سنين و6 سنين، ما ينفعش. فراحوا للمسرحيه تاني يوم وكان حاجز لهم اول صفين. الله الله. طبعا هم جايين ما بيسهروش هم اصلا، فحضروا اول فصل ومشوا. وتاني يوم عملوا لي تكريم في المدرسه ووفروا لي كل سبل الراحه عشان اقدر اشتغل في الفن. ده ما سابش تفصيله غير لما عملها عشان يقفل لك البند ده. ده حقيقي. هو القائد الناجح في اي مجال هو دايما بيبقى كده يعني، بياخد باله من اللي بيشتغلوا معاه بكل جوانب حياتهم. فهو كان فعلا مثال، لان حتى اللقاءات اللي اتعملت مع الممثلات اللي هم الاطفال اللي كانوا في هالة حبيبتي كلهم كانوا بيجمعوا ان هو كان اب اكتر كمان ما ممثل يعني بيمثلوا معاه. فهو فعلا كان فنان عظيم، الله يرحمه فؤاد المهندس. الله يرحمه طبعا. مين تاني من الناس اللي مثلت معاهم كان ليه كده تاثير برضو عليك في فتره الطفوله؟ طبعا الفنان العظيم محمود المليجي والفنانة سميحة أيوب. الفنان محمود المليجي كان دايما معروف، أو المعروف عنه أمام الكاميرا أنه شخصية عنيفة، مع أنه بخلاف يعني هو غير كده خالص خالص. هو كان شخصية مسالمة جدا، هادية جدا جدا، ويعني قمة في الأدب والاحترام وقمة في التواضع. فأنا ما كنتش متخيل، أنا كنت متخيل أنه أنا أشوف الفنان محمود المليجي بيخش يضرب اللوكيشن يعني، يعني بيكسر الناس ويضرب ومعرفش. فاكتشفت أنه حد جميل جدا وأب، وياخد الناس ويتكلم معاهم، أو لما يخش هو بيدخل، كان بيدخل بدري جدا اللوكيشن قبل الناس، ويتمم على الاستاف كله بالكامل ويقعد معاهم وياكل معاهم. كان هو فنان متواضع جدا. فدي من الحاجات اللي بتعلم الواحد برضو أنه انت برضو مهما كبرت لازم تحس بالناس اللي حواليك. طب مدام أمينة رزق، مدام شويكار، انت يعني الحقيقة أسعدك الحظ والقدر بأن انت وقفت قصاد عمالقة الفن العربي الحقيقة وعلى خشبة المسرح. أيوة. ده موضوع تاني. فكانت عاملة ازاي مدام أمينة رزق ومدام شويكار؟ مدام أمينة رزق كانت جدة، ما كانتش أم. الله. كانت عارف حضرتك الحب بتاع الجدة، انه الناس بتتلم عند الجدة وعطاء الجدة. يعني هي تجيب الحاجات الحلوة للولاد اللي موجودين، هي تستناني لما اجي، لازم اعدي عليها، لو ما عدتش عليها في اوضتها تزعل مني.
وتقول لي انت ما جيتليش ليه اول لما جيت. يعني الجدة هي لما المجموعة العمل، طبعا الفنان كمان محمود الجندي ده كان تقريبا من اوائل الاعمال لي، وكان هو جاري كمان، يعني كنا احنا ساكنين في شارع نبار، فكان بيعدي عليا ياخدني نروح المسرحية سوا ونرجع سوا. جميل. فكان برضو هي بتتعامل معاه كجدة، يعني هي جدته مش امه. يعني الفنانة طبعا شيكار فنانة طبعا عظيمة، فنانة الوقوف معاها كان على خشبة المسرح ده يعني نقلة تانية. التاريخ على فكرة من المسرحية دي لوحدها والله العظيم. صحيح. أنا محظوظ الحقيقة أن أنا وقفت قدام العملاقة دي، ومحظوظ أكتر كمان أن أنا موجود جوه النادي الأهلي، فأنا بعتبر أنه ده كرم من عند ربنا. طب وعلى المستوى الشخصي بقى، تلاقي الناس عايزه تعرف جدالة اتجوز خلف يعني؟ اه طبعا جدالة متجوز ومخلف، عندي 4 اولاد ما شاء الله. الكبير خريج او هيتخرج السنه دي من كمبيوتر ساينس جامعه بريطانيه، بيلعب كره ميه، كان في الاهلي بس نقل الموسم السنه اللي فاتت على الصيد. البنت في كليه هندسه عم قسم عماره في سنه ثالثه، بطلة أفريقيا وصاحبة رقم مصر وبطلة عرب في ألعاب القوة في رمي القرص. لا دي تجيلنا بقى. جميل. دي لازم بطلة تجيلنا النادي هنا. الأهلي طبعا. هي تعلمت الرياضة، كلهم الحقيقة لعبوا الرياضة وتعلموا الرياضة جوه سور النادي الأهلي. والولاد الصغيرين ابتدوا الرياضة في سن يعني صغير بس ما كملوش الحقيقة. ربنا يفرحك بيها. هتعمل معاهم في حال ما لو حد منهم حب الفن او حب ان هو يكمل في الرياضه، هتعمل زي ما اتعامل معاك من الوالد ان انت تخاف عليهم ان هم الدراسه تتاثر سواء بممارستهم الرياضه او للفن؟ يعني هو في منهم عنده الحقيقه الميول. أوكي. ودي بالنسبه لي مشكله، يعني ان انا بقعد افسر هو اللي داخل لي بيه ده يعني ده تمثيل ولا بجد، يعني بقعد اركز. يعني في عبد الله في ثانويه عامه، بس عبد الله الكاركتر بتاعه كاركتر ممثل يعني مش كاركتر وهادي، وفي التقطيعه بقى بتاعه كلامي بس كملت معايا، يعني هي لحد دلوقتي مكمله وهدوء وبارد، فيعني انا اللي اعصابي بتتحرق. بس هو قال لك عايز امثل؟ والله الحقيقه لو يعني مش عارف، بس يعني لو عايز يمثل وفي القدره يروح انا اكون سعيد طبعا. الفن رسالة طبعا. رسالة كبيرة طبعا. وأي حد يتمناها طبعا. على الصعيد بقى العملي حاليا، طبعا احنا عارفين انت بتعمل مشروعات مع يعني الدولة وغيره، لكن هل بقى انت برضو قدام محتاج ان انت تكمل يعني نظرتك للمستقبلية من ناحية العملية بقى؟ والله نظرتي المستقبلية من ناحية العملية، خلينا بنتكلم على ما يحدث الآن في البلد. الحقيقة ما يحدث الآن في البلد هي طفرة بكل المقاييس. صحيح. طفرة. صحيح. ما كانش العقل يتوقعها. يعني أنا ابتديت حياتي العملية من سنة 94، والطفرة اللي حصلت في ال5 سنين اللي فاتوا احنا ما شاهدناهاش قبل كده. تحس البلد اتبنت بالأول. يعني بداية من البنية التحتية، لقيت بنتها من الأول خالص يعني من الصفر. ده حقيقي. وفي رؤية، في رؤية واضحة من الجهة السياسية العليا والجهات اللي تحتيه انه ازاي هنقدر نخدم الشعب او نقدر نوفر للشعب حياة كريمة. احنا كان املنا الوحيد انه الشعب ده يتعلم كويس، يتعالج كويس، ويسكن كويس، وهي دي اللي موجودة على ترابيزة القيادة السياسية تقريبا كل يوم بنتناقش فيها. احنا شايفين الطفرة بتاعت البلد، محاور رئيسية بتتفتح، إنشاءات في كل المجالات معمولة سواء كان صناعي أو سواء كان تعليمي أو صحي أو سكني، وخدمة المواطن. يعني المواطن اللي كنا بنشوفه زمان اللي هو تحت حد الفقر أنا مش شايفه دلوقتي، ودي بالنسبة لي أنا إنه البلد بتتبدل بتتغير تماما. على المستوى الشخصي أني أكون موجود ضمن المنظومة اللي بتشتغل في حاجة زي كده ولو بحاجة صغيرة أو ولو بمشاركة صغيرة، شرف كبير لأي حد أنه يحط ولو بذرة صغيرة في المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل دي دلوقتي. وكمان الجهاز الحقيقة أو الأجهزة كلها بتساعد أنه المجموعة اللي شغالة معاه تبذل قصارى جهدها علشان تقدم أحسن شغل في أقل وقت وبصورة مشرفة. جميل جدا، كل التوفيق. كل التوفيق يا باشمهندس ان شاء الله. في صور حلوة هنرجع للفن تاني. عايزين تعليق بقى حضرتك على الصور الحلوة دي.
انا كنت قلت لحضرتك طبعا انه يعدي ياخدك. الفنان محمود الجندي الحقيقه كان هو اللي بياخدني كل يوم ويرجعني كل يوم، يعني كان متعذب معايا الله يرحمه انه نروح ونرجع سوا. هل كنت في تواصل معاه يعني لغايه الفتره الاخيره قبل ما يتوفى ولا خلاص انقطعت العلاقات؟ والله كنت في تواصل معاه مش لفترات طويله، يعني لحد مثلا في اوائل التسعينات. بس جيت انا سافرت فتره، لما رجعت انقطعت وما قدرتش اتواصل معاهم. يعني الفنان فؤاد المهندس كلمته الحقيقه لحد قبل ما يتوفى، كنت بتواصل معاه، كنت بكلمه في تليفون دي في مسلسل عصر الحب، وده كان اخر عمل انا عملته. كبرت هنا شويه بقى هنا كام سنه؟ 14 14 سنه تقريبا المسلسل. بس كنت نجم المدرسه في المرحله دي. كنت نجم المدرسه طبعا، ولحد دلوقتي لما بيقابلوني صحابنا اللي من ايام المدرسه يقول لك احنا كنا بنتشرف بانه معانا نجم. يعني على فكره المدرسه كمان الميزه فيها انها طلعت نجوم كتير. دي على فكره المدرسه بتاعتي في المدرسه كانت بتيجي وتسافر معايا لما نعرض بره مصر، كانت المدرسه طالبه منها انها تكون مرافقه ليا عشان تدرس لي الحاجات اللي هتروح مني في الفتره اللي انا مسافر فيها. زياره رحمه الله عليه فؤاد المهندس قلبت لك الدنيا خالص في المدرسه. تمام حقيقي يعني. ده كان مسلسل مبروك جالك ولد مع الفنانه نيلي. وطبعا برضو الفنانه نيلي من الفن، وكان بدر الدين جمجوم، وكان الفنان الله يرحمه محمود عبد العزيز. ده كان طبعا برضو دول كوكب. الفنانه طبعا العظيمه مديحه كامل والفنان سعيد صالح اشتغلت معاهم، كانت مسرحيه اسمها لعبه اسمها الفلوس. بس المسرحيه ما كانتش لحقت تتصور، ما اتصورتش دي. ما اتصورتش. لسه هقول لك. مع ان اشتغلناها سنه تقريبا بس ما اتصورتش. فبقول لحضرتك طبعا يعني الرساله بتاعت الفن في السن الصغير دي كانت حاجه عظيمه. طبعا الفنان العظيم سعيد طرابيك كان كاتب لي في اوتوجراف انه الى استاذي، فلما سالته سلام. هو ينفع تكتب لي استاذي؟ قال لي ايوه، انت ابتديت الفن قبلي يبقى انت استاذي. يا سلام. هو من ناحيه ان انت ابتديت قبله فانت الحقيقه ابتديت قبله. طبعا دي كانت من فيلم على باب الوزير. يمكن كان المشهد، هما كانوا مشهدين الحقيقه، اللي هو الطالب اللي جه يدرس له، وطبعا معروف عني اللمضه. ابن المعلم هنا. صح كده؟ لا ابن المعلم، ودي كانت مرات المعلم وهو جاي يدرس له، فطبعا سلوك المعلم، المعلم هيخلف ايه؟ فكان الفنان عادل امام كان اتصل بيا. معاكم سعيد صالح كمان في الفيلم ده تقريبا. كان معانا سعيد صالح في الفيلم ده مظبوط. كان اتصل بيا وقال لي انا محتاجك ضروري تجي لي في لوكيشن في الاهرام، في استوديو الاهرام. اوكي. فرحت له فعلا علشان نشوف الـ يعني الشوطين اللي هنعملهم يعني وكده، وسجلنا الشوطين في نفس اليوم. الحقيقه هم ما كانوش حاجه كبيره جوه الفيلم، لكن برضو سابوا بصمه علامه جوه الفيلم للناس فاكراه يعني. اكيد. لك الطالب اللي سابوا لك بصمه في تاريخك انت الفني الشخصي طبعاً. يعني حاجه طبعاً. حاجه محترمه جدا الحقيقه. طبعا يعني احنا انبسطنا والله بجد، الفقره جميله يعني رجعنا كده سنين لورا، وانا مبسوطه على المستوى الشخصي ان انا قابلت جد الله. يعني انا اصلا حبيت جد الله من وانا صغيره، كنت بتفرج، فانا مبسوطه ان انا يعني اتعرفت على حضرتك وانك كنت معانا النهارده. هي يا باشمهندس احمد، انا سعيد جدا، ورغم انها متاخره بس انا ببارك لكم على النقله الفظيعه اللي تمت على قناة النادي الأهلي. نقلة مشرفة جدا ومبهجة جدا للناس، وواخدة مشاهدات عالية جدا، فعلا تليق باسم وقيمة النادي الأهلي. أنا سعيد جدا إن أنا كنت ضيفكم النهاردة، وأتمنى إن أنا ما أكونش ضيف تقيل. بالعكس، أنت شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا وخدتنا لأزمنة جميلة، وخصوصا زمن الفن الجميل. فطبعا مهندس أحمد عبد الله، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، نورتنا. شكرا جدا ليكم، وأنا بشكركم تاني على الاستضافة دي. نروح بقى فاصل مع حضراتكم، هنرجع نكمل، خليكم معانا.